السلام لجميعكم. ضيفنا اليوم وجه إعلامي كنا قد ألفنا طلته اليومية من على شاشة القناة الأولى المغربية، وبالضبط عبر نشرة الأخبار 8 مساء. فجأة توارى عن الأنظار. إدارة القناة أكدت أنه ارتكب خطأ مهنيا فاستحق بذلك عقوبة الإبعاد، فيما صرحه أنه راح ضحية مؤامرة من طرف جهات نافذة داخل القناة رمت به خارج الأسوار، أسوار دار البريهي، بعد 13 عاما من التجربة والعطاء كما قال. اليوم نستضيفه معنا كي نسبر أغوار قضيته، وأيضا لنستكشف الواقع المهني داخل دار البريهي. سي محمد عادل الليلة، مرحبا بك معنا. أهلا زميلتي سهام، أهلا وسهلا، وشكرا أيضا للموقع زوم 7 تيفي على استضافته لفتح النقاش وتنوير الرأي عام، وخاصة في شمال الوطن بهذه القضية. مرحبا بك معنا. السؤال الأول، منذ حوالي سنة وأنت يعني موقف من تقديم الأخبار وأيضا من العمل في قناة الأولى المغربية، بكل بساطة وبالواضح ما الذي تحقق؟ أين وصلت قضيتك وما الجديد فيها؟ يعني أهم إنجاز أن أكون اليوم أيضا ضيفا في شمال الوطن بعدما كنت ضيفا في العديد من المواقع الإلكترونية ومن المنابر الإعلامية، ويعني بنفس الزاد وبنفس المعنويات التي راكمناها طيلة 28 شهرا من النضال ضد يعني المستبدين داخل دار البريهي، وأقصد تحديدا فيصل العريشي ومديرة الأخبار فاطمة البارودي ومن معهما. وهذا يعني هذا الإنجاز يعني إيصال القضية إلى أكبر عدد من المواطنين. اليوم نحو 80% من المغاربة يعرفون على أن محمد راضي الليلي يعني على خلاف مع إدارة الشركة، وهذا بالنسبة لإنجاز، لأن الخصم يعني أقوى، والخصم مجند بالكثير من الوسائل والإمكانيات، والطرف الآخر اللي هو محمد راضي الليلي مجند بالرأي العام ومجند بصوت الحقيقة الذي يصل يعني حتى وإن تأخر فإنه يصل في النهاية. يعني الحمد لله بعد 22 شهر لازلنا نناضل وحققنا الكثير، 57 لقاء تضامني على المستوى الوطني، أكثر من 800 مقال صحفي عبر المواقع الإلكترونية سواء يعني في المغرب أو خارجه، اهتمام دولي أحيانا بالموضوع من طرف القناة الإسبانية الثانية كناريا، وأيضا من طرف صوت العرب في القاهرة، ومن طرف إذاعة كاذينا سير الإسبانية، وأيضا من طرف جريدة القدس العربي، وأيضا مجموعة من المنظمات الحقوقية التي باشرت مجموعة من الاتصالات مؤخرا مع إدارة الشركة الوطنية إذاعة وتلفزة من أجل البحث عن هذا الحل. يعني 22 شهر خلاصتها وهذه الأشياء يعني فتح القضية على سياقات أخرى، والاهتمام أكثر بالجانب الحقوقي في هذه القضية بحكم أن محمد راضي الليلي مطرود من عمله من دون أي قرار مكتوب، منع من طرف حراس الشركة الوطنية إذاعة وتلفزة من دخول مقر عمله. طيب لنعود إلى القضية يعني حتى نستكشف أعماقها صراحة، ما السبب في إبعاد راضي الليلي بكل صراحة؟ هو الحسد والحقد والكراهية، ويعني خشية بعض المسؤولين، يعني الطريقة التي يعني دخل بها محمد راضي الليلي الإذاعة والتلفزة يعرفها الجميع، والطريقة التي تسلل يعني انتقل فيها من مجموعة من المراحل، يعني من الإذاعة إلى التلفزيون، من البرامج إلى الأخبار، من الأخبار إلى التأطير. يعني من كان أول مقدم لقناة العيون الجهوية في 2004 لم يكن سوى طيب محمد راضي الليلي. السبب وراء إيقافك؟ السبب يعني واضح، يعني هناك خلاف شخصي مع مديرة الأخبار. هذه السيدة بحكم أن زوجها هو مدير الأنشطة الملكية حاليا محمد الداودي، خشيت فاطمة البارودي. نعم فاطمة البارودي خشيت على أن محمد راضي الليلي يمكن أن يكون يوما ما في عضو في الفريق الملكي الذي يتابع الأنشطة الملكية، وهي تريد أن تحمي المحيط الذي يشتغل فيها زوجها، وكذلك هي تريد أن تحمي أيضا مديرية الأخبار من شخص ربما قادم قد يصل إلى هذا المنصب. هناك أبعاد أخرى ترتبط أيضا بقناة العيون الجهوية التي توصلنا إليها مؤخرا، هو أن مجموعة من الفعاليات في 2011 كتبت وزير الداخلية من انطلاقا من مدينة العيون يعني تقترح فيها اسم محمد راضي الليلي كمدير لقناة العيون الجهوية، وأنا قلت لهم حينها بأنكم يعني تسببتني في ضرر، لأن هذه المراسلة حينما يعني ستحال على الجهات المعنية ويتم البحث في موضوعها، فإن فيصل العريشي لن يسمح بشخص لا يوازيه في اهتماماته وفي توجهاته وفي سيطرته على المال العام
أن يعينه كمدير لقناة العيون الجهوية، ولذلك أراد التخلص منه بهذه الطريقة البليدة. أليس هذا غرورا منك حينما تقول أن فاطمة البارودي تخاف من زوجها منك أنت؟ يعني قد يفسره البعض بذلك، ولكن يعني أنا عهدت نفسي على أن أقول الحقيقة. يعني أنا بكل تواضع لست سوى صحفي صغير داخل الإذاعة والتلفزة، ولكن يعني إخلاصي لمهنيتي هو الذي يعني جعل اليوم المجتمع المدني ينظم 57 لقاء تضامني. لا أعتقد على أن المغاربة بلداء لهذه الدرجة حتى يتضامنوا مع صحفي كان يشتغل مع قناة لا تمثلهم، مع الأسف القناة الأولى. الجميع يلاحظ ويعاتبها على يعني منتوجها الإخباري ومنتوجها البرامجاتي، ولكن في نهاية الأمر هناك يعني نوع من الإجماع على أن هذا الشخص ربما ليس في موقعه المناسب، أنه ليس يعني في قناة يعني محترمة مع الأسف، وأن هذا الشخص كان لم تعد محترمة أم لم تكن فقط يعني حينما تركت القناة أصبحت لم يعني غير محترمة؟ لا، أنا من الأشخاص الذين انتقدوا القناة من داخل القناة، ومقالة الصحفية شاهد على ذلك، حتى أنه في أحد المقالات الأخيرة في جريدة الصباح يعني في نفس الصفحة أنا أقول بأنه نشرت الأخبار رديئة، وفي الطرف الآخر تقول فاطمة البارودي بأن هذه النشرات يعني متميزة وبأنها أنجزت أكثر من 300 تقرير. يعني هذا الانتقاد أنا يعني لا، في النهاية هو ليس انتقادا للأشخاص، هو انتقاد لطريقة العمل في داخل مديرية الأخبار، وهو انتقاد للمنتوج الإخباري الذي يجب أن يكون يعني يحمر لوجه بالنسبة لكل المغاربة. يعني اليوم أنا لا أخوض المعركة من أجل العمل أو يعني العودة إلى القناة الأولى من أجل العمل، وإنما أخوض المعركة من أجل أن نستعيد تلفزتنا من أمثال فيصل العريشي وفاطمة البارودي التي يعني هي تستولي على مديرة الأخبار وزوجها يستولي على الأنشطة. طيب نبقوا مع فاطمة البارودي، سبق وأن صرحت في أحد المواقع الإلكترونية أنها كانت تناديك بكونك صحراوي من تحت الخيمة، وأنها ربما عندها علاقات مع جماعات نصب الاحتيال، ماذا تقصد بذلك؟ وربما هذا اتهام خطير في حق شخصيات عندها واحد مسؤولية كبيرة في القناة الإعلامية. أولا فيما يتعلق بموضوع الصحراوي تحت الخيمة، هذا أمر يعني كنت أنادى به من طرف فاطمة البارودي منذ دخولها أو تعيينها على رأس مديرية الأخبار في 2011. علاش كنت ناديك بالصحراوي تحت الخيمة؟ واش هي ماشي مع الصحراويين؟ هي ضد الصحراويين؟ هي اليوم يعني لا تخدم الأجندة القضية الوطنية في الإعلام العمومي، هي تخدم ضد الأجندة الوطنية في مجال الإعلام العمومي، لأنه القناة الوطنية كما هي مفتوحة في وجه الشمالي والوجدي والسوسي والأمازيغي يجب أن تفتح أيضا في وجه الصحراوي، ولا يجب أن يطرد منها الصحراوي إلا لأنه صحراوي، وأنا قلت هذا الكلام وأتحمل مسؤوليته فيه. فاطمة البارودي طرد محمد رهاد الليلي من القناة الأولى لأنه صحراوي، وإلا بماذا تفسر لنا فاطمة البارودي عدم مناداتها لبقية الصحفيين بانتماءاتهم الجهوية؟ لماذا تناديهم بأسمائهم وحينما تصل إلى محمد رهاد الليلي تناديه بالصحراوي تحت الخيمة؟ يعني هذا سؤال. مش كاين شي خلاف شخصي بينكم بعيد على المجال المهني؟ وإن كان هناك خلاف شخصي، هذه قناة وطنية رسمية، يجب أن تبتعد عن مثل هذه الأشياء. إذا كانت أن تريد أن تعبث بمصالح الوطن فلتعبث بها في منزلها، أما القناة الوطنية فيجب لا تعبث فيها بمصالح الوطن. فيما يتعلق بالنصب والاحتيال، هذه القضية هي اليوم لدى الشرطة القضائية للرباط منذ نوفمبر 2013، وقد تعرضت من خلالها لعملية نصب واحتيال من طرف شبكة تنشط في مدينة أو في جهة سوسمة صدرعة، وهذه الشبكة ترتبط بشكل أو بآخر بمدير ديوان فيصل العريشي وبفاطمة البارودي. واش عندك أدلة ملموسة من أجل إقناع الرأي العام؟ لأن هذه ربما قد يعتبرها البعض قذفا وسبا في حق فيصل العريشي وفاطمة البارودي. أنا أتحدى فاطمة البارودي ومدير ديوان فيصل العريشي أن يقيما دعوة في حقي بشأن هذه الاتهامات إذا كانت ليست صحيحة، وأنا أعرف ماذا أقول. هل عندك أدلة؟ نتائج التحقيق اليوم نتائج التحقيق لم تسلم إلينا الآن. لماذا؟ لأن في هذه المعادلة هناك مديرة الأخبار وهناك مدير ديوان فيصل العريشي وهناك فيصل العريشي بطريقة أو بأخرى، وهذه الأسئلة التي أطرحها يعني إذا كانوا هؤلاء الأشخاص قادرين على الانتحال وانتحال يعني صفة والابتزاز واستعمال شخص الملك في قضية محمد رهاد الليلي، فلماذا لا يطبق عليهم القانون؟
أو لماذا لا تكشف لنا الشرطة القضائية عن نتائج أبحاثها وتكذب هذه الأشياء التي يقولها محمد رادي الليلي والذي خرج بها في أكثر من لقاء صحفي؟ احنا ماشي في عهد السيبة، يعني نحن في عهد المسؤولية. إذا كانت هذه الأقوال التي يقول محمد رادي الليلي بأنها غير صحيحة، فعلى الشرطة وعلى الأمن الوطني كمديرية أن تعلن نتائج التحقيق وتقول بأن محمد رادي الليلي كاذب وتقدمه للمحاكمة. أما أن يقول محمد رادي الليلي بأنه تعرض للنصب والاحتيال وبأن شخص جلالة الملك أقحم في الموضوع وبأن هؤلاء الأشخاص الذين أقحموا شخص الملك في هذا الموضوع لا زالوا يعني يمارسون مهامه، فهذا أمر يطرح أكثر من علامة استفهام عن دولة الحق والقانون. والتسجيلات التي تثبت هذا الموضوع هي تتوفر لدى الأجهزة الأمنية. هناك 35 دقيقة فيها عملية النصب والاحتيال التي يتحدث فيها هذا الشخص عن جلالة الملك وعن علاقاته بفاطمة البارودي. طالما أننا لا نعيش في عهد السيبة كما تقول، قمت بمراسلة العديد من الجهات، منها وزارة الداخلية، الديوان الملكي، وزارة الخارجية، وأيضا وزير الاتصال. هل كان هناك من رد أو أي تفاعل؟ أبدا وليس هناك أي تفاعل. هذا السؤال يوجه لهذه الجهات. أعتقد على أن فيصل العريشي نفوذه يمتد إلى كثير من النقاط، لهذه الدرجة التماسيح وعفاريت العريشي وصلت إلى الديوان الملكي مثلا؟ قلتها أكثر من مرة، قلت بأنه فيصل العريشي ينسب قرار إعفاء محمد رادي الليلي إلى جلالة الملك، وهذا خطير. يعني تقصد أنه الملك بأمر ملكي تم إعفاءه؟ نعم يقولها. وآخر ما حدث مؤخرا هو المحادثة الهاتفية التي جرت بين فيصل العريشي بحضوري أنا شخصيا مع رئيس التحالف الدولي لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بفرنسا اليمني الجنسية، والذي استشار مع فيصل العريشي من أجل عقد لقاء لبحث الموضوع. وكان جواب فيصل العريشي بأنه لا يمكن أن يستقبل رئيس التحالف الدولي لحقوق الإنسان إلا بعد استشارة السلطات العليا، وأعتقد على أن السلطات العليا هي تعليم جلالة الملك. يعني كيف أن فيصل العريشي يوهم كل الأطراف الذين يتدخلون من أجل طي هذا الموضوع بأن هذا القرار هو قرار لجلالة الملك وبأنه لا يمكن أن يناقش هذا الموضوع؟ أنا قلتها إذا كان هذا القرار هو قرار لجلالة الملك فعلى رأسي وعيني، ولكن يجب أن أعلم بأنه فعلا لقرار لجهة الملك. وإذا كان فيصل العريشي يكذب في هذا الموضوع فيجب أن يحاسب ويحاكم إذا كنا في دولة الحق والقانون. محمد رادي الليلي لماذا ارتكب؟ يعني حتى يقطع راتبه ويمنع من دخول عمله ويحرم 14 سنة في حقوقه وتكتب عنه المقالات التي تتهمه بالانفصال؟ ماذا فعل محمد رادي الليلي؟ هل لأنه كشف الشركة وكشف أوضاع الشركة وانتقد الشركة؟ فعلا أنا أردت انتقاد الشركة وأردت فتح الشركة، ولكن من أجل مصلحة الشركة ومن أجل مصلحة الإعلام العمومي. ولو كنت أريد البحث عن العمل لكنت اشتغلت منذ ليلة البارحة، ولكن أنا أريد أن أستعيد حقي في كرامتي وفي وطني الذي يعني لا يمكن أن يسلب. ماذا عن زملائك في القناة؟ هل كان هناك من أي تعامل أو أي تضامن؟ الزملاء صنفان، الزملاء صنفان. هناك من يعني يشمت في ما وقع لمحمد رادي الليلي، وقلتها في أكثر من مقال صحفي. هؤلاء الذين يشمتون من مثلا؟ أعطينا أسماء. لا بدون ذكر الأسماء، هم يعلمون يعني يعرفون يعني هم قلة قليلة بالمناسبة. وهم يشمتون لماذا؟ لأن بعضهم يعني كان يعني ينظر إليك نظرة البارودي، وهم يعرفون ماذا ذلك. تقصد نظرة البارودي؟ يعني نظرة فيها نوع من يعني نوع من الاحتقار. نعم، وبعضهم يعني حتى بمجرد وقوع المشكلة ذهب إلى مديرية فيصل العريشي من أجل الاشتكاء من سيارة محمد رادي الليلي حتى لا تتوقف قرب الإذاعة والتلفزة. يعني بلادة البعض، هو يعرفه، هناك شخصين يعرفون أنفسهم. هناك صنف آخر متضامنون ولكنهم لا يملكون السلطة والقوة والعزيمة من أجل مواجهة يعني هذا الاستبداد. ولكن كان من المفترض في مثل هذه الزملاء في مثل الزملاء أن يتضامنوا مع زميلهم، لأنه الإدارة ليست باقية والبقاء لله سبحانه وتعالى. طيب بعيدا عن زملاء القناة، ماذا عن النقابة الوطنية للصحافة؟ هل كان هناك من أي تضامن مع قضيتكم؟ النقابة في البداية انسحبت على ذلك. نعم استقلت، قدمت استقالتي من النقابة أنا بعد 12 سنة من انتماء إلى النقابة المستقلة. ما الذي دفع إلى تقدم استقالة؟ لأنني لاحظت بأن هناك تراخي في التعاطي مع موضوع محمد رادي الليلي، وبأن اللجنة التي شكلت داخل النقابة، هذه اللجنة فيها الكثير من العناصر الذين يتعاطفون مع رواية فيصل العريشي وفاطمة البارودي، وأنهم لا يملكون من الاستقلالية
ما يؤهلهم لقول الحقيقة وقول الحق حتى ولو في حق فيصل عريشي وفاطمة البارودي. وبعد ذلك أفاجأ ببلاغ عار سميته آنذاك ببلاغ العار، لأول مرة النقابة المستقلة للصحافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر بلاغا في حق أحد أعضائها، يعني يكتب كأنه مجلد وفيه مجموعة من المغالطات، ويصبحون يعني هم يعني طرف آخر ضد محمد راديليلي في قضيته، هما مفترض أن يدعموه. ولذلك قلت بأنه لا يشرفون أن أنتمي لهذه النقابة، وقدمت استقالتي في حينها وانتهى. يعني كنت تقول أن النقابة الوطنية للصحافة غير مستقلة وأنها تابعة لجهات معينة؟ لا، أنا قلت بأن اللجنة التي تم تشكيلها من طرف النقابة كانت أطراف فيها محسوبة على فيصل العريشي وفاطمة البارودي عمدا، وأنهم حاولوا يعني عرقلت الجهود وعرقلت يعني تفاعل النقابة وإصدار البلاغات. لاحظنا مؤخرا بأنه صحفي أدخل السجن بسبب ما يسمى بأنه فضيحة أخلاقية، وقامت النقابة وإصدرت بلاغ. هذا محمد راديلي لماذا لا يستحق بلاغا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي ينتمي إليها 12 سنة، الذي طرد ويعرف المغرب حكايته كاملة؟ لماذا لا تصدر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا؟ ولماذا يقوم النقيب الحالي الأستاذ عبد الله البقالي في المنتدى العالمي أو في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش بإقصاء محمد راديلي من قول قضيته في المنتدى بطريقة يعني ذكية جدا؟ يعني هذه الأشياء أنا بالنسبة لي أعتبرها بأنها مشابهة لما عشته مع عصابة دار البريهي، فلا أستغرب من مثل هذه السلوكات. وأنا قلت بأنه إذا كانت النقابة فعلا يعني إذا كان هذا هو مجهود النقابة فلتترك هذا المجهود لديها، لأنني الحمد لله مجند أولا بالحقيقة ومجند بالرأي العام ومجند بمنظمات الأخرى. أن نسبة مشاهدة النشرات الإخبارية بالقناة الأولى عرفت يعني تدهورات من بعد ما تم إعفائكم من تقديمها، ربما هذا يراه البعض غرور منك، لأنه بالنهاية نشرات قناة الأولى يتابعها المغاربة ويعتبرون ربما مثل بحال ديك الشوكة المدكوكة في اليسرية ديالنا كاملين. حينما نتحدث عن نسب المشاهدة لا نتحدث عن عدم متابعة المغاربة للنشرات، وإنما نتحدث عن عدم رضا المشاهد المغربي عن المنتوج الإخباري. هناك فرق. المغاربة في القرى وفي كثير من المدن يتابعون النشرات يعني بسبب أنها يعني لا يمكن أن تتابع النشرات يعني أخبار المغرب في أي قناة أخرى يعني. لكن يعني هناك مؤسسة تصدر الإحصائيات، وهذه المؤسسة هي نفسها التي تصدر اليوم الإحصائيات اللي هي ماركوميتري، كانت تصدر في الفترة التي كنت أقدم الأخبار فيها بكل تواضع النسب المشاهدة تتراوح بين 46% أو أقل من 46%. وبعد ذلك يعني بعد حوالي سنتين ونصف أصدرت يعني إحصائيات صادمة تتعلق أساسا ب 3.6%. هل هذا فرق أو لا؟ يعني ليس يعني يعتبر الناس كما يعتبرون، ولكن يعني هذه أرقام تتحدث عن نفسها. اليوم مذيع الأخبار أو صناعة مذيع أخبار هو ليس أمرا سهلا، يعني القنوات تجتهد من أجل صناعة نجم للقناة ومن أجل صناعة نجوم للقناة، وهناك من يأتي إلى نجم القناة ويطفئ نجم القناة ويترك يعني الساحة فارغة، لأن هذا منتوج يتوجه كل مساء إلى بيوت المغاربة. طيب بالنهاية دار البريهي ماشي هي نهاية العالم كيف تنقوله، يعني كما تقول أنت الصحفي لديك من المؤهلات والإمكانيات ما يؤهلك، ولكن حينما تكون معركتي من أجل العمل يمكن أن يعني أسايرك في هذا الموضوع. يعني لماذا لا تقدم معي طلبات أو عروض قبل أن أحصل على حقوقي؟ أكثر مما تقدم قبل الحصول على حقوقي في 14 سنة عن طريق القضاء وعن طريق الوسائل المشروعة والقانونية، وقبل إعادة الاعتبار لهذا الصحفي الذي خادم هذه المؤسسة بعرق جبينه، لا يمكن الاستسلام والبحث عن عمل في مكان آخر. لذلك الخصوب، هل دار البريهي تستحق كل هذا النضال وكل هذا؟ ليس من أجل دار البريهي، يعني ميزي بين الأشياء. أنا حينما أقول بأنني أصارع من أجل إذا كنت تقبلين بأنه أن تقضي في مكان ما 14 سنة وتخرجين من هذا المكان بدون أي حق
قانوني، حق قانوني، ليس منة من أحد أو منة من مسؤول، هذا حقك القانوني. إذا كنت يعني تتسامحين في حقك القانوني هذا شيء آخر. أما بالنسبة لمحمد راضي الليلي فأنا بنيت يعني مجد الإعلامي وصورة الإعلامية داخل القناة بمجهودي الشخصي وبفضل الله سبحانه وتعالى، ولن أسمح أو لن أسمح في 14 سنة في حقك، ولكن هذا لا يعني أنك يعني تضيع سنوات من عمرك في سبيل دار يعني متابعة دار البريه. لا أنا لا يعني لا تصارع من أجل دار البريه، أنا تصارع من أجل يعني أن يجلس فيصل العريشي ويعطي لمحمد راضي اللي حقوقه في 14 سنة وانتهى الموضوع طيب حالتك المادية حاليا من أين تشتغل؟ هل هناك من منبر إعلامي آخر؟ لا حاليا لا أشتغل، حاليا منذ 21 شهر أشتغل في ما يسمى بالنضال. طيب نعود للشق القضائي المتعلق بقضيتك، أين وصل الملف وهل هناك من أمل فيما يخص راضي الليلي أن يعني أن تعرف قضيته انفراجا في الأيام القادمة؟ بالنسبة للجانب القضائي يعني في البدايات يعني حاولنا تجنيد مجموعة من المحامين على المستوى الوطني، وجندنا أكثر من 100 محامي على المستوى الوطني بنياباتهم في الملفات الثلاثة الموضوعة في المحكمة الإدارية في الرباط، لكن فوجئنا بأن القضية الأولى حكمت ابتدائيا واستئنافيا لصالح الشركة، والقضيتين الاثنتين الأخريتين يعني رفض الطلب يعني رفضتا يعني بدون يعني حتى يعني إجراء بحث في الموضوع. فقمنا باستئناف إحدى القضايا وحددت الجلسة الأولى في 13 من أبريل من هذا الشهر، وأجلت إلى يوم 11 ماي يعني الشهر المقبل يعني كانطلاقة للمسار القضائي الذي يعني نأمل بأنه يعيد لحقوقنا، ولدينا الأمل كاملا في القضاء المغربي، ولدينا يعني المصداقية في القضاء المغربي. ألا تخشى من أن تطال أيدي العريشي مرة أخرى قضاء؟ لا كما قلت لك أنه في البداية ولاحظنا بأنه في مع بدايات القضية هناك يعني نوع من المراوغة، هذه معركة يعني الطرف الآخر استعمل أيضا بعض المحامين من أجل تمرير روايته الحقيقية للمحكمة من أجل يعني رفض الطلبات، وقمنا أيضا نحن بالمراوغة في المرحلة التالية وهي التي أعطتنا اليوم حكم الاستئناف. وأنا عادة مؤمن بأنه حينما يتأخر الحل عادة يتأخر الحل من أجل ميقات معين، هذا الميقات قد يكون يعني مفيدا أكثر حتى ولو حكمت القضية من قبل ذلك. لذلك اليوم الاستئناف سيبدأ وسيبدأ بطريقة يعني أكثر يعني مواجهة للشركة الوطنية دعوة التلفزة، وأعتقد أنهم سيجمعون أيضا يعني محاميهم من أجل البحث عن مخرج للجانب القضائي، لأن فيصل العريشي يسر حتى في المكالمات التي جمعته بالعديد من الشخصيات التي تريد البحث، كيقول لهم فيصل العريشي خليه يمشي للقضاء إلى أعطاه حقه أنا غادي نعطيه. طيب ما هو هذا الحق الذي تريده؟ هل تريد الاعتذار من طرف عريشي والبارودي؟ ما الذي تريده بالضبط؟ إلغاء القرار الغير معقلا والغير إداري يعني تريد العودة مرة أخرى للمهمة؟ ليس موضوع العودة، وإنما يعني هذا القرار الذي اتخذ بجرة قلم ضد صحفي كان يقدم الأخبار عليه أن يطعن في هذا القرار، لأنه اليوم أصبحت يعني سمعة محمد راضي لي على المحك. حينما يعني نقول اليوم بأن محمد راضي الليلي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يستدعي فصله من العمل، فأنت أسأت إلى المسار الصحفي لمحمد راضي الليلي، بينما محمد راضي الليلي لم يخطئ وتسجيل النشرة يثبت هذا الموضوع. ولكن لا خوف على سمعتك طالما قلت أن الرأي العام معك، وبالتالي لماذا سمعتك على المحك؟ أولا يعني هذا المسار القضائي يعطيك أكثر من رفض القرار قرار الشركة، هو يعطيك أيضا تعويضات عن الفترة التي يعني قضيتها بدون عمل، وتعويضات عن الضرر المعنوي الذي أصابك، لأنه أنا تحدى شخص كان يشتغل هكذا داخل مؤسسة عمومية وليس لدى مؤسسة خاصة، ويفاجأ بقطع الأجر ويفاجأ بالاتهامات الجانبية ويفاجأ بكمية المقالات الصحفية التي تكتب به بطريقة مخدومة. يعني هذه أضرار معنوية قبل أن تكون مادية، هذه أضرار معنوية تتعلق بسمعة الإنسان وبمساره الصحفي. ومن الأشياء أيضا التي أضرت ربما بسمعتك أو تقول أنها أضرت بسمعتك اتهامك بكونك انفصالي. يعني هناك أشخاص يعني لا زالوا يحنون إلى الماضي، لا زالوا يعتقدون بأن الماضي الذي كانت يعني توضع في هذه التهم
يعني قد لا يعني قد هذا الأمر لا تعرفونه جيدا. نحن نعرفه في الصحراء، يعني في الصحراء نعرف بأنه في فترة من الفترات كانت يعني هذه تهمة الانفصالي يسهل إلصاقها بأي كان، بينما اليوم في 2014 و2015 و2013 هذا الأمر لم يعد ممكنا. إذا كانت لديك الأدلة التي تثبت بأن محمد رادي الليلي يعني ليس وطنيا، فعليك أن تقدمه للمحاكمة ويجب أن يعتقل وانتهى الموضوع. أما أن تكتب المقالات يعني التي تساوي أحيانا 500 درهم، فهذه تدل يعني هذه المقالات أثمنتها تدل على قيمتها. من بين الانتقادات أيضا التي وجهت لك كونك أنك حاولت تستغل القضية الوطنية في قضيتك أنت. العكس، استعمل موضوع الصحراء ضد محمد رادي الليلي، لأن لو أن هذا الموضوع وقع لصحفي من الدار البيضاء ما كانت فاطمة البارودي لتكتب مقالات صحفية تتهمه بالانفصال، ولو وقع لصحفي من وجدة ما كانت فاطمة البارودي أن تستعمل موضوع الانفصال في حق محمد رادي الليلي. وما كان فيصل العريشي سيستشير السلطات العليا من أجل عقد لقاء مع حقوق دولي إذا كان هذا الصحفي الذي طرد من مدينة فاس أو من مدينة مكناس. يعني احنا لماذا نعود إلى موضوع النخبوية؟ هل هذه المؤسسة هي مؤسسة مهنية الذي يبقيك فيها مهنيتك والتي تطردك منها مهنيتك؟ هذا هو الموضوع، هذا هو لب الموضوع. محمد رادي الليلي هل لا يشتغل في مدة 14 سنة؟ أم أصبح في عهد فاطمة البارودي لا يشتغل ويتمرد على رؤسائه في العمل ويرتكب الأخطاء المهنية التي تجعله خارج المؤسسة؟ هذه الأسئلة التي يجب أن تطرح. أما موضوع أن محمد رادي الليلي احتمى بمنطقته أو احتمى بالصحراء، فلا أعتقد أن وجودي اليوم في طنجة هو أكبر إجابة على هذا الموضوع. هذا ليس رأيي. وجودي أول بارحة في مشرع بالقصيري، وقبل ذلك في سيدي قاسم وفي أقدس وفي زقورة وفي تاوريت وفي قرسيف، هذا يدل على 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 أن محمد رادي الليلي هو ابن هذا الوطن جميعا. ولو كنت أريد أن أستعمل موضوع الصحراء لبقيت في الصحراء ولا مارست الضغط من الصحراء. طيب ولما انتقلت إلى طنجة. لماذا رفضت عرض فاطمة البارودي؟ كانت قد اقترحت على العريشي أن يتم إرسالك إلى قناة العيون الجوية كي تشتغل هناك، لكنك رفضت، لماذا؟ هذا كتبته في تقرير، لأن بالمناسبة فاطمة البارودي لم تكتب في حق أي صحفي آخر عدا محمد رادي الليلي أكثر مما كتبت في حق محمد رادي الليلي من تقارير. يعني كانت تستهدف محمد رادي الليلي وكتبت هذا التقرير، قالت فيه بأن تقترح إلحاقه بقناة العيون الجهوية. لماذا؟ لأنها كانت تريد التخلص منه من داخل هيئة التحرير وإرساله إلى قناة العيون الجهوية. وحينما تكتب بأنك تريد نقل صحفي إلى مكان ما، فإنك يعني في ذهنيتك كأنك تقوم يعني بنفيه إلى مكان ما. وهذا الذي قلته في حينه، قلت بأن فاطمة البارودي تعتبر قناة العيون الجهوية منفى تريد أن تنفي إليه الصحفي محمد رادي الليلي. لماذا لم تقم يعني بكتابة تقرير إلى الرئيس المدير العام في حق محمد رضا العبيدي مثلا، أو عبد الحي ناصر، أو عبد غني جبار، أو أي صحفي آخر؟ لماذا لا تلحق مثل هذه الأسماء بقناة العيون الجهوي؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. ثانيا، هذه السيدة لماذا تقترح على الرئيس المدير العام ويعني تنقيل صحفي، وشنو السبب؟ يعني ماذا هو السبب الذي جعلها تكتب في حق هذا الصحفي؟ هذه الأسئلة. إذن هون نعود إلى موضوع المؤامرة. إذن هناك من كان يخطط ويبحث بكل السبل من أجل يعني تحقيق الهدف الذي هو طرد محمد رادي الليلي، أو إبعاد محمد رادي الليلي، أو نفي محمد رادي الليلي، أو يعني إيقاف مسيرته الصحفية. وهذا الذي اعتقدوه منذ أن أطلقوا المؤامرة قبل 22 شهر. مع الأسف الوقت داهمنا في هذا الحوار، ماذا تريد أن تقول في نهاية حوارك؟ يعني أحيي كل المتضامنين، أحيي كل المواطنين، أحيي كل الهيئات التي تضامنت مع هذه القضية، واعلموا بأنني يعني سنواصل ما بقيت الدماء في عروقنا من أجل يعني الانتصار على الاستبداد داخل دار البريهي، وحتى استرجاع هذه المؤسسة حتى تكون فعلا مؤسسة وطنية لكل المغاربة. ويجب أن يتأكدوا بأنه يعني استمرارنا في هذا الموضوع ما كان ليكون لولا يعني دعمه المعنوي لهذه القضية. شكرا لك. بدورنا سنواصل لقاءاتنا الخاصة مع ضيوف آخرين، لكن اليوم نشكرك سي رادي الليلي على قبول الدعوة، ونتمنى أنه ترجع لنا قريب في دار البريه إن شاء الله. لا يعني إحنا حاضرين معكم في كل مكان إن شاء الله.
أما أنتم مشاهدين نشكركم أيضا على حسن المتابعة. إلى لقاء آخر من لقاءاتنا الخاصة، في أمان الله.